ملابسات وفاة الإعلام الراحل وائل البراشي لازالت حديث الساعة في مصر، فبعد صراع ومعاناة طويلة مع فيروس كورونا فجرت تصريحات زوجة سحر الإبراشي تساؤلات حول سبب وفاته الحقيقي، وما زال في جدل حول ما إذا كان فعليا في خطأ طبي، فبحسب كلامها أنه حصل خطأ طبي من الطبيب المنزلي اللي كان بيعالجه. ما كانش في حاجة، هو كان تقدم الحمد لله وكان خلاص قرب يرجع شغله، لكن لا اعتراض على قضاء ربنا، لا اعتراض، الحمد لله، ألف حمد وشكر ليك يا رب على كل حاجة، ألف حمد وشكر ليك يا رب. ما نقدرش نقول حاجة، ما نقدرش نعترض على أمر الله. كنا بنسمع دايما إن هو كان هيرجع للشاشة قريب. فعلا كان بيستعد فعلا؟ فعلا أيوه. امال ايه اللي حصل؟ يعني ايه الخلل اللي حصل؟ الله اعلم. سمعنا حضرتك قلتي في خطا طبي في الاول خالص، في اول الكورونا خالص. لما كان في البيت طبيب العزل المنزلي هو اللي عمل الخطا الطبي ده، هو اللي خلى الحاله تدهور للدرجه دي وتاخد المده الطويله دي في العلاج. هو الخطا الطبي حصل من العزل المنزلي، مش من اي مستشفى وائل رحمه، لا، من العزل المنزلي. زوجة الإبراشي اتهمت أيضا في عدد من التصريحات الأخرى الأطباء بقتله، وبعدها بدأت تشتعل الأزمة بين نقابة الأطباء والزوجة بسبب كلامها عن الدكاترة، وبدأت تنصح الناس أنه يا جماعة انتبهوا، مو كل الدكاترة موثوقين. والنيابة ردت في بيان رافضة، أو النقابة عفوا ردت في بيان رافضة كل هذا الكلام، وأعلنت مقاضاة زوجته، فمشاعر الحزن بحسب كلامهم لا تعني التعدي على الآخرين. لكن الأمر ما توقف هنا، ومن كم ساعة فقط السيدة سحر الإبراشي تقدمت ببلاغ عاجل للنائب العام وشكوى لنقابة الأطباء ضد الطبيب شريف عباس صاحب مركز الكبد ومناظير الجهاز الهضمي، بتتهم فيه باغتيال المرحوم. والكلام اللي موجود في البلاغ صادم، لكن الناس كانت سمعته كله قبلها بساعات فقط. فالطبيب والإعلام المصري خالد منتصر سأل من الذي قتل وائل الإبراشي ونشر تفاصيل جاءت كلها في بلاغ أرملة الإبراشي فعلا. وأوضح الدكتور خالد بالوثائق أنه في دكتور غير متخصص كان وائل ضحية لتجاربه، بعد ما وصف له أقراص سحرية ادعى أنها بتشفي من كورونا خلال أسبوع واحد. واعتبر الدكتور خالد اللي صار جريمة طبية متكاملة الأركان، وأوضح بدون ذكر أسماء أنه في دكتور هضمية وصف له هذا الاختراع، وتابع أنه بعد ما أخذ وائل هذه الجرعة العجيبة بدأت تدهور حالته، وتوحي بأنه ما عاد في مهرب من تليف الرئتين، والدكتور عارف بس قاعد بيطمنه. وأرفق خالد فحوصات ونتائج تحاليل وائل وكيف تضاربت آراء الفشل الرئوي ما بين 60% إلى 90%. وبعدها حاولوا أطباء الصدرية أنه يعالجوا الكارثة، لكن بعد فوات الأوان. وبعد هذه التصريحات الصادمة، وسائل إعلام مصرية أكدت أن الدكتور أيمن سالم الأمين العام لنقابة الأطباء قرر البدء في تلقي كل الشكاوي المتعلقة بالإبراشي، وأضاف أن الطبيب المعالج مستعد لإثبات براءته، وطالبت النقابة النيابة العامة بالتحقيق في جميع ملابسات الواقعة، وقالت أنه مو كل المضاعفات اللي بتحصل للمريض تعتبر إهمال، بل قد تكون مضاعفات متوقع حدوثها طبيا. ينضم إلينا من شرم الشيخ عبر زوم دكتور خالد منتصر، الكاتب والإعلامي وصديق الراحل وائل الإبراشي وصاحب البوست اللي فجر الدنيا بالمعلومات الجديدة. أهلا فيك معنا دكتور خالد. يعني من البوست حقك شعرت أنه كأنه حالة وائل الإبراشي في عند بداية إصابته بكورونا كانت حالة عادية، ولكن العلاج هو اللي خلى الموضوع أسوأ، يعني لو ما كانت عالج هذا العلاج كان ممكن ينشفي. هو أنا عايز أوضح بس شيء. طبعا عندما يكون مريض مثلا بالسرطان ونعطيه بنادول، احنا مش هنقول إن البنادول اللي قتله، لكن عدم إعطائنا العلاج المناسب اللي في البروتوكول فعلا، ده هو اللي ممكن يؤدي إلى تدهور الحال. وهذا ما حدث مع وائل الإبراشي، أن نعطيه قرص غامض مكتوب في روشتة جرعة كورونا، وأنا أعتقد بنسبة كبيرة جداً
أنه قرص السوفالدي. ما علاقة السوفالدي بالكورونا؟ ده سؤال. السوفالدي كان بيعالج بيه فيروس سي. تاني حاجة، ما ينفعش أجري تجارب وأقول أصل فيه فلان قال إن السوفالدي كويس، أو بحث منشور في مش عارف في حاجة مجهولة. أنا لازم التجارب على البشر لها قواعد. فما حدث هو غموض، هو قرص لم أقل اسمه، هو غير متخصص بيعالج، عشان كده أنا سميتها جريمة. أيوة. لكل هذه الأشياء. بس كيف يا دكتور خالد يعني وصل هذا الطبيب للراحل وائل الإبراشي؟ كيف أقنعه أنه يخضع لهذا العلاج؟ يعني الراحل وائل الإبراشي شخص مثقف، شخص يعني مطلع، دائما حتى في حلقاته كان بيرد على هذه الأشياء الترويجية. يعني ما هو ده الخطورة بقى، واللي يعني من خلال برنامجك المشاهد ومن خلال قناتك يعني بحذر العرب جميعا ان في قبول مصري وقبول عربي للخرافة اكثر من العلم. يعني انا لو فتحت عيادة وانا جايب شهادة من هارفارد وبقول ان انا بعالج كذا كذا كذا، وامام عيادتي واحد بيقول انه بيعالج ببرطمان اعشاب فيها حاجة سحرية، العيادة التي فيها الدجال اللي هي قدامي هيبقى فيها 2000 عيان، العيادة اللي أنا فيها هيبقى فيها عيان واحد أو اثنين. للأسف العقل العربي أصبح مش قابلاً بس عاشقاً للخرافة. طيب يعني حضرتك بتقول أنه الراحل زي كأنه تعلق بهذا الأمل، تعلق بالأمل لأنه صديق. وهو صديقه ودخله، هو صديق كثير من الإعلاميين ممكن وكثير من الفنانين، ودائما الناس دي بتبقى عندها حلاوة لسان، عندها قدرة. طب بما أنه صديقكم وبتعرفوه الكلام هذا كله، لما بدأ يعطي هذا العلاج ما حاولت تواجهه؟ ما حاولت الأسرة تتدخل؟ هقول لحضرتك ملابسات يمكن ما فيش فرصة ان احنا كنا نقولها. هو كان قافل تليفونه في العشر ايام اللي كان بيعالج فيها منزليا مع هذا الطبيب. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، للأسف الصدفة البحتة جعلت زوجته كانت مسافرة تقريبا كندا في هذا التوقيت. طب بس ما كلمتوا الطبيب نفسه بما انه بتقول صديقكم؟ لا الطبيب مش صديقنا، انا بقول على وائل. لا الطبيب انا لم اكن اعرف الطبيب، يعني ما عرفتش. الزوجه هي اللي قالت عن الطبيب، والبلاغ هو اللي قال، لكن انا لم اقل يعني لم اقل اسما محددا يعني. أيوة. لا هي أعطت الاسم ويعني تم الإبلاغ عن الموضوع. طبعا نحن بنشكرك على هذه المداخلة، وطبعا للطبيب المتهم حق الرد أيضا على هذا الموضوع متى ما أحب ومتى ما أراد. كان معنا عبر زوم دكتور خالد منتصر، الكاتب والإعلامي وصديق الراحل وائل الإبراشي. شكرا لك.